بسم الله الرحمن الرحيم، حلقة جديدة ويوم جديد في البريمو. النهاردة يمكن بنتكلم عن سؤال بنقعد نسأله لنفسنا دايما، وانت بتتابع الدوري المصري وانت بتتابع الدوريات في أوروبا. سؤال كل واحد بيسأله، لكن بيسأله في البيت، ما بيتسألش على الهواء، ما بيتسألش بوجه كامل بكل العناصر على الهواء، ما بيطرحش قضية لأن هي قضية مش محتاجة حلقة واحدة، لكن محتاجة حلقات كتيرة جدا جدا، محتاجة منظومة متكاملة إنها تسأل نفسها هذا السؤال. الأندية محتاجة إنها تسأل نفسها هذا السؤال، الاتحاد الكرة محتاج إن يسأل نفسه هذا السؤال، الإعلام أيضا محتاج إن هو يسأل نفسه هذا السؤال. السؤال اللي قدامكم ده، إيه هو الاختلاف؟ إيه هي الفارق ما بين الدوري المصري والدوري أو الدوريات في أوروبا؟ الناس هنا مختلفة ليه عن الناس دي؟ ليه بنشوف كرة مختلفة في أوروبا عن الكرة المصرية أو الدوري المصري؟ هل هي إيه بقى؟ أول حاجة هيقولك تطبيق اللوائح، الأكلاشيهات اللي بتتقال في الإعلام، العدالة، تطبيق العدالة بين الأندية. إحنا أكلاشيهات هنا في الإعلام بتتقال، لكن عندهم هي حقيقة واقع بتنفذ في المباريات. عشان كده بتلاقي فريق زي برشلونة بيبدأ الدوري الأسباني هذا الموسم وله طموح ان يعود مرة تانية لحصد بطولة الدوري وخطف اللقب اللي كان حصل عليه السنة اللي فاتت ريال مدريد. علشان كده بتشوف مثلا في الدوري الانجليزي ان في ناس بجد بتستعد للموسم الجديد. بنتابع كلنا الدوري الانجليزي علشان طبعا محمد صلاح اجبرنا جميعا، اكبر الشرق الاوسط، على متابعة الدوري الانجليزي، علشان وخلانا ناخد بالنا من حاجات كتير جدا. محمد صلاح يا جماعة مش مجرد لاعب مر على الكرة المصرية وبس، هو ظاهرة خلاك تتابع وتنظر وتقارن وفي نفس الوقت بتشوف الأندية دي بتعمل ايه. لما بتشوف محمد صلاح ومسيرته مع ليفربول، بكلمك على السنة دي، هجيب لك يا سيدي محمد صلاح كنموذج مصري ناجح في الدوري الانجليزي، وهجيب لك لاعب زي زيزو قدامه الناحية دي، بلاش زيزو، نروح لأفشة، نروح لعبد الرحمن. مش بقارن، انا بتكلم على حالة لاعب هنا وحالة لاعب هنا. محمد صلاح في الوقت اللي كان زيزو بيلعب مع نادي في الدوري في الموسم المنقضي اللي يدوب لسه خلصان الاسبوع اللي فات، الاسبوع اللي قبل فات، واتيفر، محمد صلاح كان في اجازته، خلص الدوري المحدد بتاعه في الدوري الانجليزي، طلع اجازته مع اسرته لوحده، جه مصر، راح ايا كان قضى اجازته، ولسه زيزو بيلعب في الدوري. كل ده وزيزو لسه بيلعب في الدوري، او أفشة لسه بيلعب في الدوري، او عبد الرحمن مجدي، او ايا كان، فيستون مايلي، بيراميدز، ايا كان، ولسه الدوري المصري ما انتهاش. محمد صلاح جه مصر ثم راح دبي ثم سافر اوروبا، كل ده في اجازته، واحنا لسه الدوري بتاعنا ما خلصش، واحنا لسه كاس مصر ما خلصش. ثم بعد كده محمد صلاح انضم للفريق بتاعه في فترة الإعداد، واحنا برضو لسه الدوري بتاعنا ما خلصش، ولا كاس مصر لم يتم حسم مين هو بطل هذا الموسم. محمد صلاح بدأ الدوري الإنجليزي وتألق
مع ليفربول وسجل في أول مباراة لليفربول، وإحنا لسه الدوري بتاعنا برضو مخلصش ولسه بنتخانق. لا الكرة أوفسايد، لا الكرة جت في العرضة، لا ده إحنا خدنا البطولة، لا ده في فرق ما تحددتش الهبوط، إحنا لسه في الدوري اللي فات. وكل الناس دي أو ده قيس ده محمد صلاح في الدوري الإنجليزي قيس عليها في كل دوريات أوروبا، فبدأت الدوريات بشكل محدد في مواعيد محددة وبشكل منتظم، سواء بقى في الدوري الإيطالي، سواء في الدوري الفرنسي، سواء في الدوري الأسباني، كل الدوريات انطلقت بشكل محدد وفي مواعيد محددة، لأن كمان عندهم الاتحاد الأوروبي لكرة القدم لما بيحدد مباريات دوري الأبطال بيحددها بمواعيد محددة ومنتظمة، مش بالمزاج، مش زي مثلا عندنا البطولات الإفريقية بتحدد حسب برضو المزاج في الاتحاد الأفريقي. خلي بالك المزاج اللي هنا أو المشاكل اللي هنا هي جزء وإن كان جزء بسيط نبع من الاتحاد الأفريقي. بالمناسبة الاتحاد الأسيوي مثلا برضو بيسير على نفس النهج الخاص به الاتحاد الأوروبي، يعني بيحدد مباريات الخاصة بالبطولات في الأندية الأسيوية، بيحدد البطولات الخاصة بالمنتخبات، فكل عشان كده تلاقي الدوريات في على مستوى آسيا، ما بقولكش في أوروبا، برضو منتظمة ومنضبطة ولها مواعيد محددة. بمعنى انك انت النهاردة شفت احمد عبد القادر الراجل انتقل الى الدوري القطري وعمل مؤتمر صحفي وانضم مع فريقه وتواجد مع فرقته وقابل احمد حمدي فتحي ونزلوا مع بعض صور، كل ده واحنا لسه الموسم عندنا مخلصش، سواء بقى بكلمك الموسم اذا كان دوري او كاس مصر. وبالمناسبة يجي يقولك احنا عندنا اصلا في الموسم الخاص بكورونا، مع ان كورونا دي كانت آفة موجودة على مستوى العالم، مش كانت موجودة في مصر بس، او احنا المشاكل كانت عندنا في مصر بس او في افريقيا بس وما كانتش موجودة في الدوريات الاوروبية. فبالتالي القضايا اللي احنا بنقعد نتكلم فيه عشان الناس اللي بتتكلم على الاعلام الرياضي المصري والمعاناة، انا النهاردة لما اجي اتكلم وبفتح قضية او هناقش قضية خاصة بالدوريات الاوروبية هاجي اتكلم في صلب الامور الفنية والمشاكل الخاصة بالدوريات الاوروبية محددة، حتى القضايا والازمات محددة، انما مش هتبقى كل يوم عندي مشكلة وكل يوم عندي ازمة شكل وكل يوم قرار مختلف وكل يوم بيبقى فيه قرارات مختلفة عن بعض. يعني مثلا انت في الموسم الحالي طلعنا هنا في البريمو قلنا ان خالد بيبو مدير الكرة السابق في النادي الاهلي في اتجاه انه هيرحل عن النادي الاهلي، الدنيا قامت وما قعدتش، وانت بتضرب الاستقرار وانت بتعمل ايه وانت مفيش فايدة وبتشتغل برضه والتوجه واتهامات جزافية ملهاش اي اساس من الصحة، ويطلع نفي وتسريبات لنفي وتتهاجم على السوشيال ميديا، وفي الاخر لما يصدر قرار رسمي برحيل الكابتن خليل بيو، صح غلط ماليش علاقة، انا بتكلم في الخبر نفسه، ولا بتسمع اي حس لاي واحد كان بيعترض وكان بيهاجمك وكان بيوجه ليك انتقادات، هو عارف ان انتقاداته دي مضللة وكاذبة
مش الخبر بتاعنا اللي بيكون كذب، لان دايما بقولها لك من ساعة ما ظهرنا هنا في البريمو من 5 سنين وبإذن الله مستمرين مع بعض، ان انت لما بتيجي بتقول خبر انت بتكون واثق منه 1000000%. فتيجي تتفاجئ بعد كده بالنسبة للمشاهد ان خالد بيبو بيرحل بعد موسم، ان بيحصل تعديلات في لجنة الكرة. نفس الامر تروح للزمالك لما بتيجي تتكلم على أزمة التجديد اللي كانت مثارة في الفترة اللي فاتت لزيزو مع نادي الزمالك، ومليش علاقة بان اللاعب يقعد ولا يمشي، لكن عندي أزمة ان بيكون في برضو نفس التوجهات، ان البعض عايز ياخد قرار عاطفي باستمرار ايا كان، يستمر ما يستمرش ماليش علاقه. لكن انت لما بتيجي باجي اقول لك مثلا من اسبوع من اسبوعين من 10 ايام ان زيزو عنده ازمه في التجديد في الوقت اللي بيتم تسريب فيه ان زيزو جدد خلاص وان الموضوع منتهي وان مفيش اي مشكله، ما عنديش مشكلة خالص ان اللاعب يجدد ولا ما يجددش، لكن لما بحكي لك على تفاصيل بتبقى وقتية ولحظية. والمشكلة ان عندنا المسؤولين في الاندية او في عدد كبير من الاندية، مش هعمم، لكن عدد كبير من الاندية القرارات ممكن بتكون بتتخذ النهاردة بيتم الرجوع فيها بعد ساعتين مش بكرة، بعد ساعتين مش بكرة. لكن لما تيجي النهاردة تبص على قضايا متعددة في الدوريات الأوروبية هتلاقيها واضحة ومحددة، بمعنى ان انت النهاردة بسبب الانتظام اللي موجود مثلا في الدوري الانجليزي فتبدأ تقول ايه، بتبني بقى على الموسم اللي فات. بص الناس لما بتيجي تتناول قضايا ان مانشستر سيتي مثلا حسم الدوري في الجولات الاخيره او الجوله او الجولتين الاخيرتين في الدوري الانجليزي، وكان في منافسه شرسه لنهايه الموسم، مش انهى الدوري وخلصه قبلها باربع اسابيع مع ارسنال. فتيجي تسال سؤال طبيعي وانت بتتفرج على الدوري المنتظم، الدوري المحترم، الدوري الانجليزي كامل العدد، ما هو كامل العدد دي مش من فراغ، فتيجي تطرح سؤال هو ارسنال ولا مان سيتي، فتطرح سؤال تاني هو ليفربول ممكن يدخل ولا لا، طب تطرح سؤال رابع هو تشيلسي بعد الصفقات اللي عملها ممكن يبقى ليه دور في المنافسة ولا لا. لكن انت هنا من قبل بداية الموسم الجديد هو الاهلي ولا الزمالك، هو الاهلي بدأ بقى تتاخد كمان كلمة او مقارنة تانية، بدأ يتم استبعاد ونغمة بدأ البعض يشتغل عليها في الفترة الاخيرة في الموسم الاخير، هو الاهلي ولا بيراميدز. ليه؟ لان اللي بيطرح ده هو له غرض ان يبعد نادي الزمالك، يبقى نادي الزمالك ده نحوله بعد كده بقى يبقى زي الترام زي السكة الحديد، زي ما هي بتبدأ من كده. ليه؟ لأهداف خاصة، ان انا عايز احول ان يبقى المنافسة ما بين الاهلي وبيراميدز. هتيجي تقول لي ما هو ده اللي حاصل في الموسم اللي فات او الموسم اللي قبله. لا، ما بكلمكش على المنافسة، وانا كنت قلت قبل كده ان هتبقى المنافسة مستمرة بين الاهلي والزمالك رغم المشاكل اللي بيعاني منها الزمالك، المشاكل الادارية او المشاكل المالية اللي بيعاني منها. لكن هرجع واقول لك للسؤال، وانا معايا واحد خاض التجربة في الدوري المصري ومن نجوم طبعا المنتخبات، منتخب الشباب المنتخب الاول، وخاض تجربة برضو مهمة في الدوري او الدوريات الاوروبية، وكان في يعني في دوري مش بعيد برضو، مش هقول لك الدوري الانجليزي، مش هقول لك الالماني، لكن في الدوري اليوناني، فبرضه كان عندهم انتظام والتزام مع الكابتن أمير عزمي مجاهد
طبعا نجم الزمالك السابق والمدرب المميز جدا واللي احترف فترة من الفترات في الدوري اليوناني. كابتن أمير برحب بيك. كابتن أمير. ايوه اخبارك ايه؟ كويس؟ اخبارك يا اسلام؟ كل سامعني كويس؟ اه الحمد لله. كابتن أمير، يعني أول لما الدوريات الأوروبية بدأت في إنجلترا وألمانيا وفرنسا وإيطاليا، الناس بتقعد تتفرج بينها وبين نفسها وتسأل سؤال ما بيطرحش، وهو إيه الاختلاف؟ هي الناس دي ليه عندها كورة وإنت بتستمتع بالكورة اللي إنت بتتفرج عليها، وإحنا هنا بيبقى في مشاكل بنركز اكتر على المشاكل على الازمات، ما بنستمتعش بكرة القدم اللي هو المفروض ان هي اتعملت عشان المتعة. ايه السبب؟ وانت طبعا ليك تجارب في الدوري المصري وتجربة كمان في اوروبا قبل كده. بص يا اسلام، هو الموضوع بسيط جدا. اي دوري او اي مسؤولين عن منظومه زي منظومه الكوره بيبقى اول حاجه هدف ليه مصلحه المسابقه ومصلحه الفرق ومصلحه البلد نفسها في نشاط من انشطه زي كره القدم. الناس دي بتشتغل ما لا بتحب ولا تكره ولا تبقى عندها مصالح مع حد ولا عندها اي حاجه مع حد، ناس بتشتغل لمصلحه الشغل لا اكتر ولا اقل. احنا للاسف ما عندناش كده، يعني احنا عندنا للاسف انتماءات وعندنا مصالح وعندنا حاجات كتير جدا. الناس دي بتشتغل بسيستم ونظام معمول، كل سنه بيحصل تطوير في المسابقات، بيحصل حاجات في المسابقات، ما فيش حد بيتدخل في شغلك، ما فيش علاقات، ما فيش تليفونات، ما فيش اوردرات، حاجات كتير جدا. هي الموضوع بسيط جدا، واللي من خلالك خلي بالك يا اسلام، يعني انا بعد اللي بشوف، عارف انت، احنا للاسف بيبقى في معانده في الغلط. يعني النهارده في للاسف الشديد، انت احنا الناس كلها شايفه السنوات اللي فاتت، خاصه السنه اللي فاتت، اللي عندنا مشكله في نظام مسابقه وعندنا نظام تاجيلات مشكله وعندنا وبرضه مصممين على نفس الغلط. عارف اللي هم يوصلوا الناس، انا بكلمك بصراحه، الناس هتبدا تزهق من الكوره. انا بكلمك بامانه الله، يعني الكوره يا اسلام الطبيعي، والكلام ده مش بنقول كده، لا، انا النهارده يا اسلام ممكن انسى اي مشكله عندي او اي دروب عندي، وماتش كوره ممكن يطلعني من القصه دي كلها، او انتمائي للفرقه مثلا كسبت ابقى مبسوط وبتاع. الكوره بتنسي حاجات كتير جدا وحشه، لكن احنا مصممين اللي النهارده اللي انت تنرفز الناس وتضايق الناس وتعكنن على الناس، فالموضوع بسيط. فخلي بالك، انا صريح معاك، انا قبل كده كنت طلعت، انا ما بهاجمش، بس انا طلعت قبل كده كنت بتكلم بقول اللي فيه عندنا واحد واثنين وثلاثه وده غلط واللي 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 واللي. بعد اللي بيحصل ده ما تجيش بقى، يعني النهارده انا اسف بقول لك بتاع، ما تجيش تلوم الحاجه عامر حسين. خلاص يا باشا، هم الناس مبسوطين والناس مبسوطين وقال لك تمام، والحاج عامر هو اللي بيحط بتاع. لا، هي مش قصه الحاج عامر. يعني انا ياما طلعت وقلت لا، هو الراجل مطلب من المسؤولين في الكوره، والناس مصممين على الحاج عامر والناس كذا. خلاص، هو مش ما بيضربش ايد الناس او ما بيضربش الناس عشان يجي يشتغل، بس فالموضوع بسيط جدا. ايوه، بس هي المشاكل الكوره في مصر هل انحصرت في عامر حسين؟ ما هو اللي محطوط في الصوره، انا شايف هو اللي محطوط في الصوره. يعني هي مشاكل الكوره في مصر في انتظام المسابقات يا كابتن امير؟ لا، يعني انا بس سؤال، يعني وحضرتك موجود مثلا في باوك، يعني انت بتتكلم في واحد من الانديه الكبيره هناك في اليونان، يعني من الانديه الكبيره في اوروبا كمان، مش في اليونان. تمام، يعني. تمام. ولعبت كمان في قبرص اعتقد، ولعبت في تركيا ولعبت في السعوديه. طيب ايه بقى، يعني ليه كان في وانا بكلمك من ايه، من 10 سنين مثلا، 15 سنه، 15 سنه. ايه وجه الاختلاف؟ ان كان برضو بيبقى في انتظام وفي التزام، وانت لو اتاخرت او مثلا يعني ما رحتش في ميعادك المحدد لناديك او في التوقيت اللي هو محدده لك لو منديك اجازه، ايه بقى المشكله ان ده يتطبق؟ يعني بكلمك في علاقه لاعب الاول بالنادي. هو لا، بص يا اسلام، هناك الشغل شغل
مفيش حاجه زي ما بقول لك، احنا مشكلتنا اللي بيتدخل في حاجات كتير العواطف. الناس دي بيبقى اي حاجه ما حدش عنده عواطف بره. انت النهارده انا عندي بيني وبين اي منظومه او اي نادي او اي حاجه في نظام بيسري على الجميع. انت ما عندكش كده، انت عندك حب وكره، عندك والنبي عشان خاطر المره دي عندي مش عارفه ايه. هناك يا باشا سيستم في اي مجال مش كوره بس، هو سيستم بيتحط ليك وعليك، انجزت هتاخد، فشلت او ما عملتش المطلوب منك بيبقى في ثواب وعقاب. انت النهارده لو عندك ثواب وعقاب في كل المجالات هتلاقي الدنيا هتتغير يا اسلام، الدنيا هتتغير. لكن زي ما قلت لك انا بتكلم على منظومه الكوره او على نظام كوره، انت عندك مشاكل كتير جدا، وللاسف انا اللي انا شايفه هو اللي انت فيه ده هو عاجب ناس كتير، عاجب ناس كتير. يعني انا النهارده هكلمك في موضوع بسيط يا اسلام. انت النهارده طلع قال لك احنا هنعمل تشكيل لبطوله الدوري، حلو، قول لي ايه اللي انت خدته اصلا من بطوله الدوري في الخمس ست سنين ولا العشر سنين اللي فاتت عشان اشفر الدوري يعني انت النهارده هل انت الدوري بتاعك اقوى دوري في المنطقه؟ هل انت اعلى نسبه مشاهده في المنطقه؟ اجي اشفر؟ اما اجي اشفر مش المفروض ده بيبقى ما يتعمل بلان وبيتعمل خطه بتاع وتعمل نظام؟ أيوة بس خلي بالك برضو الدوري المصري او تحديدا انت عندك براندين بالنسبه للشرق الاوسط اللي هم الاهلي والزمالك. هو فين الوقت؟ نعم بس هو فين الوقت؟ الكلام ده انت بتقوله زمان، نقوله زمان اسلام، هو فين الوقت؟ لا انت لغايه دلوقتي لا خلي بالك بس هو لحد دلوقتي ديربي لا ديربي الاهلي والزمالك مصنف عالميا ان هو من اقوى 10 ديربيات في العالم. ممكن اسالك سؤال بس تخليك يعني خلي ايه يعني انا عارف ان انت عندك حته الصراحه دي. هل النهارده ماتشات الاهلي والزمالك زي 10 سنين ولا 15 سنه من لا زمان؟ لا طبعا لا بس طبعا. خلاص هل النهارده نسبه المشاهده بتاعت ماتشات الاهلي والزمالك زي زمان؟ مفيش الكلام ده. هل قوة الدوري المصري زي زمان؟ اسلام انت لسه بتلعب ب 5000 و 10000 وبتاع زي النهارده ماتشات الكاس معموله من غير لا بس دلوقتي. خلي بالك برضو الدول العربيه اللي بتستضيف مباريات الاهلي والزمالك هو بتستضيفها علشان قوة الاهلي والزمالك. حلو يا حبيبي انا معاك، وليه انا ما استضيف وليه ما اعملهاش انا هنا؟ انا معاك وليه ما اعملهاش هنا؟ انا ليه ارمي خير البري اللي بره؟ طب ما انا عندي هنا ما اعمل هنا؟ هو احنا ما عندناش السادات ولا عندنا كذا؟ بص يا اسلام الصوره باينه للناس كلها، انت فاهم؟ انا شايف النهارده عندك تراجع كبير جدا في وفي معلش يا اسلام انا عايز اقول حاجه، هديك حاجه بسيطه. انت ماتشات الكاس بتتلعب، انا عايز اعرف انت عامل اصلا ماتشات الكاس من غير جمهور ليه؟ ايوه قول لي ايه الهدف؟ يعني الادوار اللي هي 16 والادوار ايه الهدف اللي انت تعملها من غير جمهور؟ طب ما انت بتلعب الدوري بيبقى فيه جمهور، ايه اللي فرق يعني؟ يعني الجمهور اللي بيجي يشجع الفرقه غير الجمهور اللي بيجي يشجع الفرقه في الكاس. فانت عندك هنا روتينيه بشكل كبير جدا في اداره الكوره، انت فاهمني؟ مفيش افكار جديده، هي حاجه واحده بتتطبق بقالها خمس ست سنين، نفس النظام، نفس الفكر، نفس البتاع. عشان كده بقول لك هنقعد ننادي كتير ونتكلم كتير وبتاع، وزي ما بقول لك احمد زي الحاج احمد، هتيجي السنه الجايه نفس القصه ونفس البتاع. زي برضو معلش يا اسلام عشان برضو في حاجات وانا بكلمك بتيجي في دماغي، كل الانديه قعدت تعاني ورؤساء الانديه يقول لك الدوري طويل واحنا بنخسر واحنا كذا كذا، تيجي النهارده تقول هتعمل نظام السنه الجايه مثلا اللي هو الدوري استثنائي مجموعتين عشان الوقت بتاع، يطلع رؤساء انديه يقول لك لا 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 على جثتنا وما ينفعش بتاع. خلاص ما تجيش بقى تشتكي، ما تجيش تشتكي، هو انت عايز ايه؟ حضرتك انت بتشتكي اصلا من النظام الطويل والدوري واللي 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 واللي، طب نيجي عشان نعمل دوري استثنائي يقول لك لا لا على جول. هو انت عايز ايه حضرتك؟ يعني حضرتك عايز ايه؟ خلاص ما تجيش بقى تشتكي بعد كده في كل موسم، تقعد تشتكي وتقول احنا بندفع فلوس وما بيجيلناش مدخلات وما بيقولناش كذا، حاجات كتير جدا يا اسلام. وفي الاول والاول والاخر والله صدقني يا اسلام احنا ممكن نبقى قد كده 100 مره في الكوره، بس هي بشويه تنظيم وشويه افكار وشويه تجديد فكرات. لا لازم النهارده انت النهارده عندك منتج يا اسلام، لازم اشتغل على المنتج ده ولازم النهارده اشوف ايه الحاجه اللي خلي المنتج ده الناس تروح له. لكن انت للاسف الشديد بقى نفس النظام ونفس الروتينيه ونفس السيستم ونفس 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 ونفس، خلاص فما تتعبش بقى نفسك ونقعد نهاتي ونقعد نقول وبتاع، خلاص هو وضع امر واقع وخلاص ما فيش مشكله. بس يا رب الناس يا رب الناس ما تجيش بعد كده يقول لك احنا ايه اللي وصلنا له ده في الكوره وايه اللي واللي واللي. انت النهارده الدوري خلص يا اسلام،
انا لسه الانديه مش عارفه هتلعب الدوري امتى ولا هتعمل ايه يا راجل. ده الدورات بتخلص، مش هقول لك الدوري الانجليزي ولا الايطالي ولا السعودي ولا، عشان فرق كبير في الامكانيات ماشي، بس اي دوري في العالم معروف بتخلص قبل ما يخلص، انت معروف هتلعب الدوري الجديد امتى، القرعه امتى، الاول ماتش امتى بتاع. انت النهارده لحد النهارده ولا عارف هتبدا امتى، ولا المدربين عارف هتاخد راحه امتى، ولا المدربين هت... خلاص. طيب كابتن امير، يعني لازم اسالك على الزمالك، يعني قدرك ونصيبك، هل جوميز اقنعك بقيادته للزمالك في الموسم اللي فات؟ والله يهتم، هل قراراته كانت كلها سليمه مع الوضع في الاعتبار ان هو خد الكونفدراليه؟ بص يا استاذ، انا الموضوع بالنسبه لي بعيد عن جوميز وبعيد عن اي حاجه. انا بالنسبه لي القصه مش قصه مدرب بس، احنا للاسف يعني الماتش بتاع امبارح، انا بكلمك بصراحه حاجه تحزن. انت النهارده انا اتكلمت الكلام ده، انت للاسف انت مش عارف، مش حاطط بلان، او مش عارف انت عايز ايه. احنا قاعدين مش عارف انت عايز ايه، مش عارف انت النهارده عندك قيد مقفول، ومش هتجيب لعيبه انت، ومدرب سايب الفرقه ومسافر، ولاعيبه خدت اجازه، ولاعيبه عندك لخبطه كبيره جدا يا اسلام في اللي احنا شايفينه ده، في لخبطه كبيره جدا. وانا خلي بالك يعني انا ما بحبش انتقد، ومش عايز انتقد، اللي في الاول والاخر ده ناديه، والواحد بيتمنى للنادي بتاعه يبقى في احسن حاجه. انا بس عندي رجاء او طلب للاستاذ حسين لبيب، هو راجل محترم وراجل الناس كلها يعني متوسمه فيه خير وكل حاجه. انت هتشتغل 4 سنين في نادي الزمالك، اتمنى اللي هو لا ينظر لحسابات، ولا ينظر لرد فعل جمهور، ولا ينظر لمصلحه. نفسي يشتغل ال4 سنين دول، يشتغل بفكر ويبقى عنده حاجه بيشتغل عليها، اللي بعد ال4 سنين الناس تيجي تقول، حتى لو انت قعدت او مشيت، الناس تيجي في يوم من الايام يقول لك لا الراجل ده عمل 1 و2 و3. لكن انت النهارده ما ينفعش نادي الزمالك يبقى بالشكل ده ويبقى بالمنظر ده، ويبقى انت النهارده معلش يعني انت هتقول لي اصل ما فيش لعيبه، ولا ما فيش تدعيم، ولا ما فيش امكانيات، ولا ولا ولا. ده نادي الزمالك انت 16 سنه عمرك ما طلعت من الدور زي ما طلعت امبارح. 16 سنه او اخر مره طلعت من الادوار بتاع ماتش دور 16 امبارح من 16 سنه. فانت النهارده محتاج الناس كلها، ما حدش يبص النهارده انا هتتنسب لي، هي هتتنسب للمجموعه كلها. لازم يبقى في تكاتف اكتر من كده، ولازم النهارده مش كل واحد يبقى عايز ينسب لنفسه انا اللي عملت وانا اللي عملت وانا اللي عملت. اللي في الاول والاخر هيتقال مجلس اداره نادي الزمالك هو اللي عمل 1 و2. الخير بيعم، وزي ما بيقولوا السيئه بتعم مش بتخص. فلازم النهارده يبقى في بلان وفي نظام، ولازم ترتب اوراقك، ولازم تبقى عارف. انت ما ينفعش النهارده مع احترامي بتلعب ماتش الكاس امبارح ومدير فني مش موجود. يعني ايه مدير فني مش موجود؟ يعني ايه واخد اجازه؟ يعني ايه؟ ما انا النهارده بنقل للعيبه اللي الراجل اللي النادي مش في دماغه، او المدرب واخد اجازه. طب انا راح اعمل ايه؟ انت النهارده بتدي لعيبه اجازه. طب ما النهارده بص على بيراميدز فول تيم، بص على مودرن فول تيم بالاجهزه بتاعتهم. انا النهارده مدي ناس اجازه، طب انا مديهم اجازه ليه؟ طب ما كنت تديهم الاجازه في ماتشات الدوري اللي ملهاش قيمه خلاص، بعد ما انت عرفت ان انت خسرت بطوله الدوري، وتخش على بطوله الكاس بكل قوتك، وبطوله في الامكان، وبطوله كانت فرقت معاك مع الكونفدراليه، يبقى خدت بطولتين، يبقى حاجه كويسه. انت مقتنع بجوميز؟ ما جاوبتنيش. اقول لك على حاجه يا استاذ الاخر، او لا بس انا عايز اقول لك على حاجه. انت يا نادي الزمالك اما حاسب مدرب او ابقى مقتنع بمدرب، لازم يبقى معاك سكواد جامد. انت عندك مشكله في اللعيبه، لا عندك مشكله كبيره، وده بالتالي الحكم على جوميز صعب. لا صعب. انت النهارده ما انت محتاج تدعيمات كبيره، ومش اي تدعيمات يا اسلام، ومش اي حد يا اسلام يجيب لعيبه، مش اي حد يجيب لعيبه، ومش اي انا مع احترامي للوكله، مش اي وكيل يجي يلبسك في لعيبه. النهارده انت عندك، مع احترامي يا عم ابعد، انا بقولش الكلام ده والله، عندك ناس نادي الزمالك معروف عن مدربينه اللي من احسن المدربين، وناس عينيها حلوه. يا باشا النهارده اعمل لجنه من كبار، عندك ايمن يونس، وعندك انا مش عايز انسى حد، وعندك خالد جلال، وعندك كابتن حسن شحاته، وعندك كابتن فاروق جعفر، وعندك طارق يحيى، عندك اسماء كبيره، وحماده عبد اللطيف مع حفظ الالقاب، عندك اسماء كبيره جدا. هات يا باشا 4 5 يقعدوا
هم دول اللي يعرفوا يقول لك عينه كويسه في اللعيبه، يختار لعيبه مع ما يتواصل مع الاداره. لكن ما ينفعش كده. سيبك بس من جو سكاوتنج وبتاع، السكاوتنج ده بقى اجيبه يمسك تحليل الفرق اللي انت بتلعبها. لكن انت النهارده، هل النهارده يا اسلام شفت انت الصفقات اللي جت في يناير، ورغم اللي قبل كده برضو الناس اللي قبل كده ما كان في صفقات برضو وناجحه وصفقات مش كويسه، ومش كل لعيب هيجي هيبقى كويس. لكن انت النهارده في يناير انت 3 4 لعيبه هم اللي ممكن، عبد الله السعيد على شحاته على احمد حمدي على ناصر ماهر، هم دول الاربعه اللي ممكن لعبوا بشكل وادوا بتاع. طب الباقي فين؟ والله الواحد بيتكلم كده مش عشان تمام بس تمام كلام مهم جدا يا كابتن امير فعلا. وانت اشرت لنقطه مهمه جدا جدا وهي مستخبيه برضو، اللي هي فريق السكاوتنج. وقال لك هنعمل فريق سكاوتنج، ما جاش لا قبله ولا زيه ولا بعده ولا الكلام ده كله جوه نادي الزمالك. ولما تيجي فعلا المردود الخاص بالصفقات، هو امرين. هو احنا بنقول ان عبد الله وناصر وشحاته ومين ممكن يبقى، مين ممكن يبقى رابع برضو، احمد حمدي. هم فعلا دول الاربعه بس اللي نجحوا في نادي الزمالك. يعني لا زياد، كمال احترامي طبعا لبقيه الناس، انت جايب بعد كده زياد ومهاب ومحمد عاطف، ولو ان محمد عاطف ده ما يعني ما خدش فرصته، وموتيابا وياسر حمد. في مين تاني؟ هم دول بس مش تاني. يعني بنسبة 50% ممكن تبقى الصفقات ديت. يعني لو ضميت محمد عاطف، لان محمد عاطف لعيب كويس، مش عايز اظلمه لان هو لعيب كويس فعلا يعني. لكن انت جبت متيابة وجبت مهاب وجبت زياد وياسر حمد، 4-5 صفقات لم يكن ليهم اي دور مع نادي الزمالك لغايه ما مشوا. انا برضو في نقطه ثانيه يا اسلام، معلش انا عايز اسالك سؤال. انت وهنا بقى يعني بشير للنقطه اللي انت اتكلمت فيها، هو فين فريق السكاوتنج اللي قعدوا اتكلموا فيه وقال لك ده هيبقى حاجه مختلفه عن اللجنه، يعني هي حاجه بعيده عن لجنه الكره واللجنه الفنيه؟ هو ده اللي بكلمك فيه. الحاجه الثانيه انا بس في جزئيه كمان، ان من الاخر فريق السكاوتنج اللي موجود هي اسماء مش معروفه، فبالتالي لما انا اجيب الصفقات يتقال ان فلان الفلاني هو اللي جابها. لكن لما يبقى في لجنه كوره زي ما حضرتك قلت باسماء كبيره بالاسماء اللي انت ذكرتها ايا كان، فبالتالي المساله مش هيبقى للشخص اللي عايز يدير ولا يقول لفريق كوره او الصفقات او قطاع الناشئين كده، هو اسمه هيتوه وسط الاسماء دي. بس بالظبط انت اعمل اسلام، لو والله صدقني لو خدنا تخصص، انت مشكلتك النهارده اللي ده بيخش على ده وده ممكن مش فاهم هنا تخصص. يا باشا انا النهارده اسلم بنفس الكوره لاربعه خمسه، انتوا المسؤولين عن كل حاجه، والموضوع خلص وبسيط. انا عن نفسي انا نفسي الاداره دي تنجح، واي اداره للزمالك نفسي بس تشتغل زي ما اقول لك للصالح العام، للصالح العام فقط لا غير. الحاجه الثانيه، لازم يا اسلام سياسه الشراء والبيع تتغير شويه يا اسلام. انا النهارده هديك مثال بسيط. انا النهارده انت عندك مشاكل ماديه وعندك ازمه ماليه وعندك في وقت من الاوقات لازم اشتغل على اللعيبه الفري، لازم اشتغل على اللعيبه اللي عندها انتهاء تعاقد مع انديتها. مش لازم كل حاجه هدفع 30 وادفع 40 مليون وادفع 50 مليون، مفيش الكلام ده. فلازم النهارده سياسه الشراء والبيع تبدا تتغير حسب ظروف النادي، حسب ظروف النادي فقط لا غير. وفي الاول تمام. والاخر انت بتتكلم اللي واحد في الاول والاخر صعبان عليه اللي نادي الزمالك بالحجم ده وبالاسم ده
اللي ما يكسبش بطولات. لا انا لا ليا مصلحه في حاجه ولا عايز حاجه من حد ولا في دماغي. لا انت ما حدش قال لك مصلحه يعني، انت احنا جايبينك عشان انت راجل صريح وبتتكلم بوضوح، واشرت لنقطه مهمه جدا. كابتن امير عزم مجاهد بشكرك، واحد من نجوم طبعا الزمالك السابقين ومن نجوم المنتخب الوطني ومدرب طبعا من المدربين المميزين الصاعدين. لكن فعلا هو فرقه السكاوتنج هي فرقه، فعلا هي فرقه، فرقه السكاوتنج اللي اعلنوا عنها في نادي الزمالك هي دورها ايه وبتعمل ايه وهم مين اصلا ومين اللي جابهم وايه سببها وايه اللي استفاده منها خلال الفتره اللي فاتت. انت جبت عبد الله السعيد، جبت ناصر ماهر، جبت احمد حمدي، جبت محمد شحاته، دول الاربعه اللي انت استفدت منهم. اربعه من كام؟ اربعه من عشره، هي زي بالظبط كده حصه املا، فالدرجه بتاعتها من عشره فانت جبت اربعه من عشره. نتيجة ايه بقى؟ نتيجة ان انت برضو ما عندكش وهات لجنة الكرة واختلف معاها وهات. ما النادي الاهلي النهاردة حصل خلافات في لجنة التخطيط، غير الاسماء، جاب الكابتن مختار، جاب الكابتن محمد رمضان، مشي الكابتن محسن صالح نتيجة اعتراضه على طريقة كولر، نتيجة اعتراضه على اصرار كولر على رحيل خالد بيبو، على الغاء لجنة الكرة. لكن في النهاية في أسماء، والأندية الكبيرة وتحديدا الأهلي والزمالك ما بتنتهيش منهم الأسماء. لكن يعني أنت عايز تقارن لي مثلا حسن شحاتة ربنا يديه الصحة وطولة العمر، يعني فاروق جعفر نفس الأمر، أيمن يونس، حمادة عبد اللطيف، أسماء طارق يحيى، أسماء خالد جلال، الأسماء اللي أحمد رمز، أيا كان بقول طبعا أي أسماء من النجوم الكبار جدا جدا في نادي الزمالك، محمد حلمي، في بقى اسماء كتيره جدا، بدر حامد موجود في رئاسه قطاع الناشئين. لما تيجي عايز تقنعني ان انت جايب فريق سكاوتنج بيفهم عن الناس دي، لا يعني مع احترامي هنا في علامه استفهام كبيره جدا جدا على عدم وجود لجنة فنية داخل نادي الزمالك. ولو انت هتيجي تقول لي ملهاش لازمة تبقى انت المشكلة عندك انت، وانت بتدير ملف كرة القدم، انك انت اللي مش عارف تستفيد من الاسماء الكبيرة اللي عندك في نادي الزمالك واللي برضو صنع التاريخ نادي الزمالك. يعني انا مثلا عندي حسن شحاتة ده اللي واخد ثلاث بطولات أمم إفريقيا، يا أخي ارفع السماعة عليه وقول له هو أنت بس عاجبك مين؟ قول لي رشح لها اتنين تلات لعيب. حسن شحاتة ده اللي جاب لعيب من آخر الدنيا ما كانش حد يسمع عنه اسمه محمد ناجي جده، خلاها هداف إفريقيا. عايز بقى تقنعني إن واحد زي الكابتن حسن شحاتة برؤيته بعينه بخبراته الكبيرة، يا أخي لو أنت رفعت عليه السماعة مش هيرشح لك لعيبة؟ يعني عايز تقولي إن حد عضو فريق السكاوتنج ده مع كامل احترامي وشغلهم ويقوم جايب لك بقى، ما احنا الشغل اللي بيحصل دلوقتي ايه؟ زي الستة والتمانية والسبعة والأربعة والتسعة والتسعة ونص والأسماء الغريبة اللي طرقت على المراكز الخاصة باللاعبين في الفرق. انت عايز تقنعني ان الاخ اللي بيقوم مطلع لك اللابتوب ويقوم جايب لك ويشتغل لك على كل ده مهم، ما بقولكش انه مش مهم، تطور، لكن الاساس هو الناس اللي اشتغلت في هذا المجال، اللي عاشت حياتها زي فاروق جعفر، ما بقولش ما بسميش حد، ايمن يونس، خالد الغندور، ميدو، اي حد. عايز تقنعني ان الراجل اللي قاعد على اللابتوب بيضرب لك بالارقام بالاحصائيات بالكلام ده كله بالسرعات مش عارف ايه، هو اهم، دوره اهم،
من او رؤيته او عينه اهم من نجوم سابقين عاشت 50 سنة او 60 سنة او 40 سنة داخل المستطيل الاخضر حياته كلها كرة القدم. فده احد العلامات. او عايز تعرف ان الصفقات ليه ما نجحتش كلها في نادي الزمالك، هو ده احد الاسباب الرئيسية، هي غياب اللجنة الفنية ولجنة الكرة داخل نادي الزمالك، غياب المختصين. خلي بالك احد البرامج او احد بنود اللي كانت موجودة في برنامج مجلس إدارة نادي الزمالك المنتخب برئاسة حسين لبيب هو التخصص. يعني جه قال لك أنا مختار فلان علشان التخصص في مجال الإنشاءات والمجال الهندسي، لأن هنعمل فرع أكتوبر وهنغير في داخل نادي الزمالك أو فرع ميت عوبة، فجبنا هشام نصر. ماشي يا باشا. جبنا هاني شكري علشان التسويق والكلام ده كله والمشاكل المالية الخاصة بنادي. جايبين حسام المندوع عشان راجل ليه خبرات في القصة دي. جايبين أحمد سليمان وحسين السيد علشان كرة القدم. لكن مع احترامي لأحمد سليمان ولحسين السيد، الاتنين محترمين جدا جدا، لكن مش لوحدهم هيقدروا ان هم يتمكنوا من ترشيح صفقات جديدة مميزة تستطيع المنافسة على البطولات. وإلا لو هنمشي بالمنطق ده مفيش أعظم من محمود الخطيب في كرة القدم. كان لغى لجنة الكرة ولغى وسرح الناس بقى وما جابش أي حد أو لجنة التخطيط أو الكلام ده كله. ما كانش جاب محسن صالح ولا زكريا ناصف ولا الأسماء اللي كانت موجودة، ولا استعان بمختار ولا محمد رمضان ولا الناس اللي كانت موجودة. ومحدش يجي يقول لي ان لجنة التخطيط دي صورة داخل النادي الاهلي، محدش يجي يقول لي الكلام ده. لا، لها دور. بتغلط ساعات، ممكن هتجيب صفقة زي مضروبة زي مودست، ماشي، لكن هيوصلني في الاخر ان هو بيجيب واحد زي اسامة ابو علي، واحد من اهم الصفقات الاجنبية اللي عقدها النادي الاهلي في العشر سنين الاخيرة واللي جت في الكرة المصرية في العشرين سنة الاخيرة، اسامة ابو علي ده. ما تجيش تقول لي بقى ان مع وجود بقى امير توفيق باللابتوب بالكلام ده كله بالموبايل بالقصه دي كلها، يعني انك تشتغل بالتطور التكنولوجي ده مهم، ما بقولكش لا، لكن ما تتجاهلش وتعتمد على ان في 2 من اعضاء مجلس الاداره بس هم لهم في كره القدم، اللي هو الكابتن احمد سليمان والكابتن حسين السيد. نفس القصه انا بجيب لك النادي الاهلي، في 2 من اعظم اللاعبين اللي مروا على تاريخ النادي الاهلي، واحد منهم هو اسطوره الكره في مصر في تاريخ مصر اللي هو محمود الخطيب، والتاني هو حسام غالي، واحد من اهم اللاعبين اللي جم في النادي الاهلي وفي الكره المصريه. كان الاتنين دول قفل يا عم وكل سنه طيب، ما يبقاش عندي لجنه تخطيط واجيب شويه ولاد كده زراف جمال دمهم خفيف معاهم اللابتوب واشتغل بيه، وحسام غالي بقى يقعد يشتغل مدير تعاقدات ويشتغل لجنة كرة، والخطيب يبقى قاعد متفرغ والقصة دي كلها. لكن النادي الاهلي شغال بشكل مؤسسي بشكل كبير جدا وبيستعين بخبرات نجومه الكبار، وده واحد من النجاحات والذكاء الشديد جدا لمحمود الخطيب رئيس النادي الاهلي في التعامل مع ملف كرة القدم سواء على مستوى الفريق الاول او قطاع الناشئين. خليني اطلع فاصل واستقبل خالد عامر واحمد مجدي ونتكلم في امور مهمة جدا في الكرة المصرية والعالمية. انضم لي طبعا 2 من النقاد الرياضيين والصحفيين المميزين جدا المتعددين، يعني كرة محلية هتلاقي، كرة عالمية هتلاقي، ناس يعني ايه
ما بتقولش لا، لان عندهم زخم كبير جدا من المعلومات، وهم طبعا من المتميزين في المجال الصحافة الرياضية وفي الظهور بشكل عام في الاعلام الرياضي. استاذ خالد برحب بيك، منورنا ومشرفنا. يا اسلام، مساء الفل. حبيبي ايه الاخبار وحشني حبيبي؟ انت وحشني خالد جدا. عامر، طبعا الصحفي المميز جدا، ودايما بيكون لي اراء مهمة جدا بستمتع بيها، وايضا زميلنا احمد مجدي اللي دايما بينورنا ويشرفنا بارائه كمان محترمة جدا. انت طبعا شرف لينا، طبعا انت استاذ الكل، ربنا يخليك، وبكون سعيد جدا وانا معاك كل حلقة ان شاء الله. ربنا يخليك استاذ خالد. استاذ مجدي، انا طرحت سؤال في بداية الحلقة، هو سؤال بيطرح جوانا او عايش جوانا، ما بنسألوش على الهوا دايما، ويعني وده بيكون في كل موسم لما بيبدأ الدوريات في اوروبا، هي الكرة ليه عندهم كده وبتضحك ليه وعندنا احنا كده بدون يعني او بعد الضحكة دي اللي ما اعرفش سببها بص، ليه؟ هو يعني اول حاجه جت في دماغي وانت بتسال السؤال ده، اول حاجه جت في دماغي انه احنا شعب عاطفي، سواء جمهور او مسؤولين. حلو الكلام. والسوشيال ميديا بقت بتؤثر بشكل كبير جدا على القرارات وعلى التوجهات وعلى طريقه التفكير وعلى حاجات كتير جدا. فلما بتيجي تتفرج على تعاقدات، انت تلات ارباع التعاقدات بتتعاقد مع اسماء، مش بتتعاقد مع احتياجات. بمعنى انه اديني مبرر واحد يقول انه الزمالك لسه لحد دلوقتي بيفاوض اشرف بن شرقي بهذا الكم الهائل من الفلوس، وهو عنده مشاكل حقيقيه في مراكز كتير جدا، بس هو احنا اشرف بن شرقي ليه؟ لان السوشيال ميديا كله عايز اشرف بن شرقي، احنا بنحب هو اشرف بن حصل شرقي. انا بتكلم على الفترات اللي فاتت، ماليش علاقه بقى، هو حصل مفاوضات جاده فعلا؟ اللي وصلني اللي وصلني انه اتقدموا بعرض ونادي النادي بتاعه مش عايز، هو مش عايز يكمل، ففتح الباب شويه، الامور ما مشيتش بشكل كبير، ولسه لحد دلوقتي في تفاوض، والناس بتقول بالمناسبه ان هو قريب جدا من الزمالك بالمناسبه. ده مش ده، الناس اعلنت انه جه انه مضى الخميس اللي قبل فات ركب الطياره وجاي. يعني في الطريق. انا بقول لك يعني، وبعض الصفحات قال لك يعني كاتبين جايبين صورته بن شرقي بس كده، اللي هو خلاص وقع خلاص خلصت. فاستكمالا بس للنقطه بتاعتي، جزء من ان احنا شعب عاطفي، وعلى فكره هو مش عيب كبير، بس في اتخاذ القرارات هو عيب. ليه؟ لانه انت عندك مسؤولين بيبقى مناصبهم بناء على انه كان نجم كبير والجمهور بيحبه. نحن الدوله الوحيده اعتقد يعني في الدول اللي عايزه تبقى متواجده في كاس العالم بشكل مستمر وعندها تاريخ و اللي عندها منصب مدير الكوره في كل العالم هو مدير رياضي، بس ما عندكش الكوادر الاداريه اللي تسمح للاعب ده انه يكون مدير رياضي، فخلقت له حاجه اسمها مدير كوره. طيب مدير الكوره ده هل هو متحكم بشكل ما في اي حاجه؟ لا، هو مسؤول اداري في الاول وفي الاخر. المدير الرياضي بره هو مسؤول عن التعاقدات ومسؤول عن الانتقالات ومسؤول عن عقود الرعايه ومسؤول عن كل حاجه، هو اللي فوق المدير الفني. طيب في الم... في ال... في ال... كنت قاعد مع نجم من النجوم الكبار اللي عينوا له في الجهاز الفني نجم من النجوم الكبار كمدير كوره. فالنجم تقول لي اسماء والنبي. فالنجم من يعني هو كانت قاعده وديه، فلا مش هقول اسماء. فبيحكي لي انه النجم الكبير اللي هو مدير الكوره ده كان في مرحله من المراحل عايز يتدخل في الشؤون الفنيه للفريق. ما هو انا نجم ولاعيب كوره، فانا عايز اقول رايي. ماشي. فاهم؟ يبقى دي عبد الظاهر السقا. لا 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 لو صح هيقول لا، هي صح. لو صح هسكت. انت فاهم؟ هي صح ولا لا؟ لو صح هسكت، بس هو لا مش كابتن عبد الظاهر طبعا. فهي الفكره في الموضوع، انت احنا شعب عاطفي، فبناء على العاطفيه بتاعتنا بنخلق ادوار عشان نثمن الدور بتاع النجوم بتوعنا، ولكنه قد لا يكون الدور المناسب بالنسبه لهم.
باستثناءات كابتن سيد حفيظ اجاد جدا في منصب مدير الكوره اللي هو مش موجود في العالم، بس هو كمدير كوره اجاد بشكل كبير جدا. بخلاف كابتن سيد حفيظ مش هتلاقي كابتن هاني سعيد مثلا، بس كابتن هاني سعيد ليه مسمى مختلف في البيراميدز، هي كلها مسميات مختلفه، مفيش منصب واحد متعارف عليه اللي هو المدير الرياضي المتحكم في كل الامور واللي لازم تاهله بشكل كويس. لان انت كمان ما عندكش الشخص اللي يشتغل مدير رياضي ما بالزبط في كل الانديه. ما بالظبط، عشان كده بقول لك اللي هيمسك المنصب ده لازم يؤهل بشكل كويس، لازم يعني يطلع بره ياخد كورسز ويعمل معايشه. زيدان مثلا ما اشتغلها في فتره من الفترات كان مساعد لانشيلوتي، كان مساعد لانشيلوتي، مساعد يعني فني اللي يعرف يعمله زيدان. انا بكلم وقبل انه يبقى مساعد، لكن انا بكلم لكن كان بيقوم بادوار برضو اخرى مع ال. هل انت عندك بقى الناس مؤهله؟ يعني الناس اللي بتبطل دلوقتي بتعمل ايه من ساعه ما بتبطل في كره القدم او في الملعب لغايه ما بيتولى المنصب؟ ده مش بس كده، ده يعني احنا لو بنشوف معظم الانديه حتى الكبيره، بنتكلم اهلي وزمالك، اللاعب بيوعد قبل ما يبطل بسنتين ثلاثه بالمنصب المعين ان انت هتبقى كذا، شيكابالا هيبطل ويبقى بيشيل اللاعبين، فهو بيبقى مشاكله ككره قدم ما خلصتش. سليمان هيبطل، انا برضو من ضمن الاسماء الغريبه، وليد راجل محترم جدا ونجم كبير جدا، ان طرح اسمه يبقى مدير كره في الفريق الاول وهو لسه مبطل امبارح. بص، هو الفكره في وليد سليمان تحديدا، انا كنت مقتنع جدا بالدور اللي هيلعبه في القطاعات لانه تم اعداده لده، لانه لما بطل ودوه يدرس ويعمل معايشه ويشتغل على الحته دي للحته الفنيه في المقام الاول عشان يشتغل مع القطاعات بشكل ما. فكره ان انت ترشحه، بالمناسبه احنا الناس كلها ملأت الدنيا صراخا على فكره انه ليه خالد بيبو. حلو الكلام، انا ما سمعتش عن مشكله في غرفه خلع الملابس بتاعت النادي الاهلي، لم يتم احتوائها على خالد بيبو، على كابتن خالد بيبو طبعا حافظ الالقاب. الفكره في الموضوع انه كان في مشاكل، في مشاكل بس ما طلعتش بشكل فج زي ما كنا متخيلين ان هو مش هيعرف يسيطر. لا اجاد برضو اللي جدا اللي يقول لك ان ما فيش مشاكل في فرقه يبقى بيضحك عليه. ما قلتش ان ما فيش مشاكل. انت مين اللي بالنسبه لك الهيرو في السنوات الاخيره كمدير كره؟ سيد عبد الحفيظ كان بيحصل مشاكل 100%، فاهمني؟ امير مرتضى كان بيحصل مشاكل يا حبيبي. ايوه انت بس كان بيتم. طب هو بيراميدز ما فيهاش مشاكل؟ ايوه، ما هاني سعيد بيحتويها، وفي كل حته انت بتتعامل مع 30 شخصيه مختلفه. صح. ايوه يا حبيبي، ب 30 بيئه مختلفه. صحيح، ب 30 ثقافه مختلفه. بالظبط اللي لسه عايز اقول لك عليها، ب 30 خلفيه ثقافيه مختلفه، وب 30 طريق لايف ستايل مختلف، وكل طيب. الامور ديت احنا عندنا كلمه مسمى المدير الرياضي ده مجدي، بعض اللعيبه النجوم الكبار عايزه تاخد المسمى ده ويتقال عليها المسمى لمجرد المسمى. لكن هل احنا عندنا لاعبين مؤهلين ان يكون في هذا المنصب، منصب المدير الرياضي؟ وايه هي المعايير اللي تؤهله انه يبقى مدير رياضي بجد، يبقى فاهم يعني ايه مدير رياضي؟ ده سؤال في محله جدا. خلينا نقول ما دام المسمى جديد علينا يبقى خلينا نشوف اللي طلعوه بيمشي علينا. هو خلينا نشوف اللي طلعوه. ايوه، لا بقى لهم سنين، بس خلينا لا سنين، لا بقى مدير رياضي طول عمرهم. ايوه تقريبا، مش طول يعني، لا يعني مثلا كان يعني دايما مثلا بتتكلم من سنه 2000 مثلا، بتتكلم من 2004 2005 كان كده. كله كبار اوروبا ومكان كبار اوروبا بس. أوكي. يعني احنا بنتكلم من واحد زي مونشي مثلا. طيب يبقى اللي هو كان المدير الرياضي الاشبيلي. احنا عشان نوضح، احنا بنناقش في معايير منصب المدير الرياضي اللي متطبق في اوروبا من 20 سنه، عشان بس انا برجع للسؤال الاساسي، الكره ليه عندنا والكره ليه عندهم؟ حلو، الفرق في ده. اتفضل. بالنسبه يعني عايز اتكلم الاول على المدير الرياضي، وانا عندي اجابه للسؤال ده برضو. المدير الرياضي في اوروبا ما ينفعش ان انت تبقى مدير رياضي لنادي من غير ما تبقى لايسنسد، معاك رخصك الفنيه مينيمم في الانديه الكبيره لحد بي. انا لازم اكون
كوتش صحيح. مدرب فلما مونشي مثلا ولا ديكو ولا حد عايز يبقى مدير رياضي ما بيقولوش انا ديكو نجم برشلونه السابق لا ديكو وريني رخص حضرتك. فديكو اللي مبطل كوره من 2011 2012 بدا يتولى مناصب اداريه في برشلونه في 2024 12 سنه اشتغل خلالها وكيل لاعبين معتمد من الاتحادات الاوروبيه كلها جاب صفقات لبرشلونه خد رخصه التدريبيه خد رخصه الاداريه المعتمده من الـ من الـ من الاجهزه المعنيه للفيفا. فانا بقيت مؤهل اداريا فنيا في كره القدم ومش مؤهل دي اللي هو رحت خدت كورس في معهد مش عارف ايه فين لا احنا بناخد حاجات لايسنس من خلال الفيفا. بعد ده كله ممكن المدير الرياضي ده يفشل في مهمته مش معناه ابدا ان هو إن لازم ينجح لا مش عادي هو في خلال انت بتعمل بالاسباب بالظبط هو بعد ما بس انا خلاص وصلت ان انا اكون مدير رياضي فانا قادر احط استراتيجيه فنيه للتيم ده خمسيه على حسب العقد بتاعي خمس سنين عشر سنين سنه يعني ديكو جه او كان الاول ماتيو أليماني قبل ما ديكو على طول كان المدير الرياضي لبرشلونه جه خطط ازاي يطلع برشلونه يوصله لحاجه اسمها قاعده الواحد لواحد قاعده الواحد لواحد اللي هي يا كابتن ان يبقى اللي داخل قد اللي طالع المصروفات قد كذا. ديكو دلوقتي ها بدا برشلونه يعمل ايه بيتحرك في سقف رواتب مثلا بنقلص رواتب فوظيفه أليماني لمده سنه ونص او سنتين في الاداره الرياضيه لبرشلونه كانت ان هو يخلي احنا بنتكلم في وظيفه اقتصاديه بحته اثناء ما بينفذ الاقتصادي ده بيقول لك ايه لو انت عايز تتحرك هنا وعايز تدفع 60 مليون يورو في لعيب وانت في الحاله الاقتصاديه الصعبه دي روح ادفعها في فلان الفلاني وظيفه المدير الرياضي ما يقولكش لا المدير الفني بس اللي بيتكلم اللي هو ان انا مثلا عايز اجيب معايا شرقي مثلا يبقى الدور اللي بيحدده لي هو المدير الرياضي المدير الرياضي صح. بيقول لي انا اجيبه ولا ما اجيبوش عايز اجيب وسام ابو علي صح بالظبط المدير الرياضي هو اللي بيحدد هو قال لك في الاخر في الاخر متخذ القرار المدير الفني والاداره طبعا بالظبط 100% بس هو قال لك في الاول ان المدير الرياضي لازم يبقى كوتش عشان يبقى عارف احتياجات الفريق الفنيه اكيد ما اكيد او حد يبقى عنده خبرات كبيره جدا صحيح طيب انا عندي معايا واحد من اللي هو دايما عنده خبرات طبعا كبيره جدا واسم كبير جدا في تاريخ الكره في مصر كابتن نادر السيد طبعا واللي دايما يعني ويعني ومستو ان هو طبعا ايه عنده اطلاع كبير جدا سواء في اوروبا صحيح او في مصر ولا والغريب بقى ان هو لم يستغل حتى الان يعني لا في نادي الزمالك ولا في اتحاد الكوره كابتن نادر برحب بيك تحياتي ليك وتحياتي لضيوفك وانا السعيد قوي بال استاذ خالد عامر واستاذ احمد مجدي طبعا طبعا تحياتي استاذ خالد وكابتن احمد مجدي يعني انا استاذ احمد مجدي الحقيقه انا مبسوط او اكتر بالحوار انا سمعت شويه من الحوار وانا بأيد جدا جدا الكلام اللي بيتقال ده وانا مبسوط ان تناول الموضوع ده بالشكل في الاعلام وانت دايما سباق في في المواضيع اللي انك انت بتتكلم فيها لان في الاول والاخر هي موضوع هادفة ما بتدورش على ترند معين او على سبق معين انما السبق دايما في الاستمرارية يعني فانا بحييك جدا ربنا يخلي حضرتك. طيب كابتن نادر احنا طرحين سؤال عام ومن خلاله في بعض الاسئلة الفرعية السؤال العام هي الكرة ليه عندنا كده والكرة عندهم في اوروبا كل ما بنشوف بنبقى مستغربين احنا امتى السؤال اللي هو ما بيطرحش او ما بيتمش مناقشته بشكل عام على الهواء لكن كل واحد ما بيننا اول لما الدوري الانجليزي بيبدا او لو الدوري الايطالي الالماني ايا كان بنقول هو ليه احنا مش كده ده رقم واحد ومن خلالها بنتكلم على دور المدير الرياضي لان احنا مثلا عندنا نادي واحد من اكبر الانديه مثلا في مصر وافريقيا زي نادي الزمالك تمام بلا لجنه كره بلا لجنه فنيه بلا مدير رياضي يعتمد على فريق سكاوتينج مع كامل احترامي طبعا لشغلهم لكن انا كنت بتكلم في الانترو من شويه ان ما تقنعنيش ابدا ان خليني انا اسلام صادق عضو فريق السكاوتينج بنادي الزمالك بدخل معايا اللابتوب معايا انا بسميها احيانا الحنجل والمنجل بس يعني بجتهد برضو بشكل علمي لكن ملغيش ابدا دور الاسماء الكبيره
اللي موجوده داخل نادي الزمالك مثلا، تمام، ودورها في اللجنه الفنيه او دور مدير رياضي او استحداثه. انا ما اعرفش مين اللي كان بيتكلم دلوقتي، كابتن استاذ احمد ولا الاستاذ بيتكلموا في مساله ديكو. كان بيتكلم مساله ديكو. انا بعيد جدا كلامه، لان في صفه لاعب موهوب في مرحله، وبعد كده في الاخر في صفات تانية ملهاش دعوه بان هو كان لاعب تضيف لي كلاعب، انما لازم يجتهد سواء كان ككوتش او سواء كان مدير رياضي او سواء كان ماركتنج مانجر او اي كان، انما هتضيف لي الشيء ده، يعني ده موهبه وده موهبه تانية، انما لو الاثنين اجتمعوا مع بعض فده بيبقى شيء عظيم جدا جدا طبعا. فانا بعيد جدا كلامه، لانك انت لازم تكون اولا ملم وعندك الخبرات وعندك الاحتكاك. بس هي النقطه، السؤال هو يعني الموضوع كبير قوي، بس انا مش هطول عليكم، ان انهي جهات بتدي اللايسنس او بتدي التدريب؟ سيبك من اللايسنس، لان الحقيقه انا يعني مش عايز اعتمد بس اقول لك شهادات ولايسنس وحاجات من دي. انهي جهه في مصر او مؤسسه في مصر بتدي الكورس او بتدي تعلم الناس المدير الرياضي في الفيفا؟ هل الكلام ده بيحصل في الاتحاد المصري؟ ما بيحصلش. ففي الاخر منظومه، احنا زي ما قلت يا كابتن اسلام، احنا هي في هناك كوره ودي كوره، بس دي مالهاش دعوه بده، يعني ده مالوش دعوه بده. هو الشيء الوحيد اللي المرتبط هو انك انت عندك كوره وعندك ملعب وعندك جماهير وعندك لعيبه، هو ده الشيء الوحيد الشبه. انما صناعه الكوره بقى بتشتغل فيها ازاي، بتديرها ازاي، فهي لعبه معروفه في العالم كله، هي لعبه ترفيهيه جاده الناس بتستمتع بيها، هي اصلا لعبه اتعملت عشان خاطر ان الجمهور يستمتع بيها كوسيله من وسائل الترفيه، زي السينما زي المسرح زي غيرها وهكذا معايا. فاحنا تناول الموضوع بشكل عام صعب جدا، يعني في مصر معرفش. خد بالك انت سالت سؤال، احنا فين من احنا مش عايزين، احنا مش ان احنا مش عارفين، لا احنا مش عايزين، لان في اوقات كتيره كابتن اسلام لما بيكون في نوع من انواع مش عايز اسميها مسمى مش مناسب ليها، التخبط الاداري والعشوائيه، فالعشوائيه دي في ناس مستفيده من العشوائيه، فبناء عليهم ما عايزينها عشوائيه. فهي طيب كابتن نادر، يعني وطبعا بخبراتك وبعملك الخاص كمان، يعني هل انت حضرتك قابلت نماذج سواء في الاتحادات الاوروبيه، بتكلم على اللي بيخطط كمان للمنتخبات او الاتحادات، اللي هو احيانا يعني احنا مثلا عندنا كابتن علاء نبيل دوره، والراجل بيشتغل للامانه يعني دلوقتي دوره كمدير فني لاتحاد الكوره، ان هو بيخطط مسابقات الناشئين فقط. مظبوط، انا معاك. هل مش من المفترض ان دوره هو اهم دور داخل اتحاد الكوره؟ هو كابتن علاء نبيل ممكن بخبراته السابقه كلاعب وخبراته السابقه كمدير فني، كمدير فني سابق وكمدرب، ممكن يكون اكتسب خبرات من كابتن جوهري ان هو يقدر يخطط للكره المصريه او يكون عنده تخطيط للكره. بس هي في مشكله اكبر يا كابتن اسلام، ان احنا بنوظف الوظائف بغض النظر عن مدير فني الاتحاد او مدير فني وكبر اي كان فين، من غير اي جوب ديسكريبشن، من غير اي خصائص وظيفيه. فالخصائص الوظيفيه دي يا كابتن اسلام، زي انت راجل صحفي كبير ورئيس تحرير، انت لما تيجي تقول تحط بوزيشن معين لاي حد من الصحفيين اللي معاك، فبتقول له خصائصك الوظيفيه، التزاماتك، حقوقك، في الاخر لازم تتحاسب. انما احنا بنيجي نعين مسميات بس، من غير اي حتى يعني من غير اي خصائص وظيفيه بالنسبه للانسان ده يتحاسب بيها او يتكافئ عليها معايا. وبعدين فدي نقطه. النقطه الثانيه، انت طرحت نقطه مساله في الاهلي عنده لجنه تخطيط، عنده كذا. الاهلي خلينا نكون واقعيين، هو اشبه بالشكل الاداري، لانك انت في الاخر موجود لجنه كوره او لجنه تخطيط او لجنه فنيه، فهي بتدي نوع من انواع التوازن او اتزان. حتى لو المدير الفني مشي بيجي مدير فني، فهم اللي بيقدروا، بيكون ليهم دور كبير جدا في تشكيل الفريق. واللي بيعجبني اكتر ان اللجنه الفنيه دي ملهاش دعوه بمجلس اداره، يعني مش اعضاء مجلس اداره، لان انا دايما شايف مجالس الاداره بشكل عام هي بتحط الاستراتيجي وبتحط الاهداف فقط لا غير، انما ما لهاش اي دور. انما مساله تقسيم التركه، انك انت العضو مجلس الاداره ده رئيس لجنه الاستثمار، وده رئيس لجنه الفنيه، وده رئيس لجنه التسويق، وده رئيس لجنه التعاقدات، وده رئيس، ما ينفعش ان يكون انت راجل بورد ممبر زي ما بيقول لك، وانك انت يكون عندك دور تنفيذي، ما ينفعش. فبالتالي بالعكس، اي نادي هو زيه زي الشركه،
بيكون لها بورد ممبرز، بيكون في سي او، بيكون في مدير تنفيذي، بيكون في ماركتنج مانجر، بيكون في تنمية الموارد، بيكون واحد مسؤول، مدير مسؤول بياخد راتب وفي نفس الوقت كمان بيكون لي التزامات. فالموضوع موضوع يا كابتن اسلام كبير، يعني كبير جدا. يعني انت بترجع تاني بقى لجزئية في الاول خالص، هو اصلا المجلس الادارة ده جاي منين؟ مجالس إدارة الأندية سواء الأهلي أو زمالك أو غيرها من الأندية بتيجي من أعضاء الجمعية العمومية للنادي الاجتماعي اللي هم أصلا ملهمش علاقة بالرياضة، هم ملهمش علاقة بالرياضة، عايز الكرسي والشمسية. برافو عليك، وده حقهم وده حقهم. فبالتالي ان الافضل دلوقتي مش هقولك بقى شركات وشركات مساهمه وطرح بورصه وانك انت كذا وانت كذا، الاشبه الافضل شيء النموذج بتاع برشلونه بتاع ريال مدريد، هو نادي ملك للجمعيه العموميه الرياضيه، الاعضاء النادي اللي هم المشجعين بتوع النادي هم اللي بيختاروا مجالس الاداره، وكل واحد عنده صوت معين هو بيشارك فيه. فلازم الفصل ما بين النادي الاجتماعي والنادي الرياضي، لازم الفصل ما بين مجلس إدارة للنادي الاجتماعي ومجلس إدارة للنادي الرياضي، مش هقول لك شركة مساهمة لأن دي صعبة جدا جدا تحصل، إنما لازم يحصل فصل. يقول لك طب إزاي؟ ما هو في أعضاء رياضيين اللي هم بيختاروا مجالس الإدارة للنادي الزمالك أو النادي الأهلي، وفي أعضاء نادي اجتماعي يستمتعوا بالحقوق بتاعتهم. هو الموضوع كبير، يعني موضوع كبير جدا. فأنت حضرتك قلت، أنت حضرتك قلت على نادي الزمالك، نادي الزمالك نادي كبير جدا جدا جدا، الناس بتجتهد والناس ما بتقلفش مجهودهم، بس في الاخر لا لا لازم يكون في اداره فنيه او مدير رياضي او ايا كان غيره، ايا كان المسميات، ان هو فكره اصلا انا عمري ما شفت في حياتي وانا بلعب بره ان المدير الفني صاحب القرار الاول والاخير يقول لك انا هوفر له كل حاجه علشان خاطر ما يكونش او واخد ورقه من المدير الفني يا فندم. ايوه واخد ورقه ان فلان يمشي ولا يجي. حضرتك انا المدير الفني دلوقتي، انا نادر السيد جيت مدير فني قلت لك في نادي اكس مثلا انا مش عايز 10 لعيبه وجيب 10 لعيبه، بعد 5 ماتشات نتائجي وحشه مشيتني، يبقى انت كده وفرت لي كل حاجه ولبست التسعين. يبقى في الاخر المدير الفني يقول حضرتك انا عايز هاف ليفت، انا عايز باك ليفت، انما طبقا كابتن اسلام انت ما عندكش بادجت، انت ما عندكش ميزانيه اصلا، انت ما تعرفش ايه اللي داخلك وايه اللي خارج لك اصلا، انت ما تعرفش انك انت تجيب اللاعب قيمته كام. انا عايز باك ليفت في حدود 100,000 دولار مش 101 على فكره معايا، مش 101، 100,000 دولار. ففي الاخر لما انا قلت، يمكن انت كنت ذكرت قلت ان مساله اشرف او مساله زيزو او مساله كذا، اشرف بن شرقي ممكن يكون اضافه فنيه كبيره، بس هل يتناسب مع ميزانيه النادي ولا انت هتجيب صفقه جماهيريه ولا صفقه فنيه معايا؟ فهي النقطه كلها انا معاك دايما خارج. دايما اجابتك شافيه وكافيه ووافيه كابتن نادي. اشكرك، انا مش عايز اطول عليك الحديث معايا. لا خالد عامر عايز، انا بس يا كابتن نادر عندي سؤال، لو رجعنا تاني لفكرة المدير الرياضي. أيوة. طيب هي دي مسؤولية مين؟ يعني لو عايزين نعمم فكرة انه في مدير رياضي في كل الاندية، دي بتبقى مسؤولية مين؟ مسؤولية الاتحاد ولا مسؤولية الاندية؟ لا مسؤولية النادي، المدير الرياضي مسؤولية النادي. طيب مسؤولية النادي. لو النادي طلع قال انه انا مش في حاجة لمدير رياضي، انا عندي لجنة كورة، يعني مثلا زي الاهلي عنده لجنة كورة، مش كل الاندية عندها لجنة كورة ومش كل الاندية عندها النوع ده من التخصصات، يعني حتى لو عنده لجنة كورة لازم يكون في مدير رياضي يا كابتن، لان بص في بعض الاوقات انا مش هتكلم على اندية معينة، الانسان عدو ما يجهل معايا، فكون ان انت بتجهل بشيء في الكرة العالمية بشكل عام وفي بوزيشن مهم جدا 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 جدا، اي شركة في الدنيا ناجحة ليها سي او ليها هيراركي عام بالظبط كده، فهو بناء عليه ده اللي بيعمل حالة من الاتزان، انك الاحلال والتجديد بتاع الفريق. انا رحت بي اس بي اللي هو مثلا قعدت مع التشيف سكاوتنج هناك بتاعهم، عنده داتا للعيبة في كل المراحل السنية، انك انت لو عايز تجيب لعيب من الهند هو عارف الهند فيها لعيب مين، عنده سكاوتنج في كل انديه في كل بلاد العالم، عنده في مصر، فبالتالي بيديله تقارير عن اللعيبه المميزين، باك ليفت باك رايت مهاجم وهكذا وهكذا. فهل انت عندك البلان دي ولا انك انت بقى فتحنا السوق بتاع الانتقالات يلا بينا مين عندك ثلاثه باك ليفت هاتهم عندك طيب. مفيش كلام ده حضرتك، انت لازم تجيب اللاعب اللي يتناسب مع رؤيه الفريق، انت بتلعب بانهي طريقه يتناسب مع الميزانيه بتاعتك، يتناسب كمان مع حجم الاستثمار، هل هتنفست فيه عشان بعد سنه او سنتين تبيعه؟ حضرتك الناس بتعمل عقود 5 سنين مش عشان تكتف اللعيب، بتعمل 5 سنين عشان يلعب سنتين ويبيع ثلاثه.
انما ما تبيعش. لو انت عايز بقى بعد 3 سنين عايز تجدد له ثاني، تجدد له 3 عشان تبيع 2. ما هو ده، هو ده الانفستمنت. يقول لك طب الانديه الاهلي والزمالك تجيب بطولات، طبعا طبعا ده شيء كويس، بس هو عشان انديه غير هادفه للربح، عشان خاطر ان مجلس الاداره بيفرق معاهم السوشيال ميديا او بيفرق معاهم اراء الجماهير، فبالتالي ممكن النادي يخسر. ما على فكره يعني على فكره حضرتك، مش معنى انك انت نادي غير هدف للربح او انك انت مجالس اداره الانديه في مصر تطوعيه، ما هي مش كلمه حق مردها باطل. يعني انت هو تطوعي بس انت لازم تحاسب زيك زي مجالس الاداره اللي هم اصلا بيدفعوا فلوس. فمساله المدير الرياضي ده بيعمل اتزان وبيعمل احلال وتجديد. الكوتش يا كابتن خالد، الكوتش بره بيجي يدرب اللعيبه الموجوده، وممكن يقول انا عايز باك ليفت، انما ما يقدرش يقول انا همشي ده واجيب ده واحط ده. لا لا، هو ما عندوش جرين لايت ان هو يعمل اللي هو عايزه. تمام كابتن نادر، بشكرك للكلام اللي انت قلته، لان كلام مهم جدا جدا، بينم طبعا عن فكر مميز جدا وخبرات كبيره. كابتن نادر السيد، طبعا بشكرك، كلام في غايه الاهميه. وما زلنا بنناقش ده بند صغير، المدير الرياضي في الكوره ليه عندهم كده وليه عندنا احنا كده. خلينا نطلع فاصل ونرجع نكمل مع خالد عامر واحمد مجدي. انطلقت الدوريات الأوروبية الكبرى في منتصف أغسطس الجاري، وشهدت غياب العديد من الأسماء اللامعة عن الساحة التدريبية، وبيأتي في صدارة المدربين الغائبين عن الساحة في الموسم الجديد الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني السابق لفريق ريال مدريد الإسباني، والمتوج مع الملكي بالعديد من الألقاب، أبرزها التتويج بدوري أبطال أوروبا 3 مرات متتالية في رقم قياسي لم يحققه أي مدرب، وبيغيب تشافي هرنانديز بعد رحيله قبل بداية الموسم عن صفوف برشلونة بعد خلافات مع إدارة البلوغرانا برئاسة خوان لابورتا اللي فضل التعاقد مع الألماني هانز فليك المدرب السابق للمنتخب الألماني، وبيغيب الإيطالي موريسيو ساري عن الساحة هذا الموسم بعد رحيله عن صفوف لاتسيو، وكذلك مواطنه ماسيميليانو أليجري بعدما أطاحت به إدارة يوفنتوس وتعاقدت مع تياجو موتا اللي قدم موسم تاريخي مع بولونيا، نجح خلاله في قيادة الفريق للتأهل لدوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخ النادي، وهيغيب مدرب تشيلسي السابق الأرجنتيني بوتشيتينو اللي قاد البلوز الموسم الماضي وحقق نتائج كارثية وانتهى الموسم في المركز السادس وفشل في التأهل لدوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي، وفاجئ الألماني يورجن كلوب الجميع برحيله عن ليفربول بعد ما قضى 9 مواسم داخل جدران أنفيلد، ثم أعلن ابتعاده عن التدريب لمدة موسم قبل ما يصرح باعتزاله الشهر الماضي، وهيغيب الإيطالي ستيفانو بيولي بعد إقالته من إيه سي ميلان وإسناد المهمة للبرتغالي باولو فونيسكا، وبياتي ضمن قائمة الغائبين الألماني يوكيم لوف المدرب الأسبق للمنتخب الألماني والبرازيلي، وتيتي المدرب الفني السابق للمنتخب البرازيلي، وهيغيب الألماني توماس توخيل بعد إقالته من تدريب بايرن ميونخ وإسناد مهمة البافاري للبلجيكي فينسنت كومباني، وهيغيب مواطنه ترزيتش بعد رحيله عن بروسيا دورتموند بعد خسارة دوري أبطال أوروبا أمام ريال مدريد، كمان بيتواجد في القائمة جاريث ساوثجيت بعد رحيله عن منتخب إنجلترا بعد خسارته لبطولة يورو 2024 الماضية. لسه مكملين معاكم يعني في موضوع مهم جدا جدا بنعاني منه، هو ليه الكرة مختلفة في أوروبا عن الكرة المصرية، ومش في أوروبا بس أو الدوريات الأوروبية بس، في الدوريات كمان الأسيوية أو في وبدأت كمان في بعض الدول الإفريقية تبقى في امور مختلفه، يبقى في فارق كبير. بتكلم على المنتخبات، اللي هو المنتخبات كمان من المفترض ان هي اهم من الانديه. تاني المنتخبات المفروض ان هي اهم من الانديه.
لكن الامور ممكن بتبقى مختلفه عندنا شويه استاذ احمد. انا بس اللي مش عايز اتجاهل او مش عايز اتخطى المكالمه كابتن نادر، كابتن نادر لان هو الكلام في غايه الاهميه، عطفا عليها برضو واجابه على سؤال ليه الكره مختلفه. انا شايف ان في ثلاث حاجات، يعني احنا دايما نقول لك ايه الراجل اللي مسك الاتحاد ده عقليته اقتصاديا حلوه فيمسك الاتحاد، او ده نجم كبير زي ما كان خالد بيقول فيلا امسك الاتحاد، او ادرجي كويس فيلا امسك الاتحاد. هي العمليه مش كده، هي العمليه ان انت يبقى عندك حد بتاع اقتصاد، حد بتاع اداره، حد بتاع كوره. اوكي، هو ده يعني، هو ده الكومبينيشن اللي يعمل لك فعلا الاتحاد كره قادر على التخطيط لكره قدم جيده في البلد دي. تمام، من مجلس الاداره ولا انت بتتكلم يبقى ادارات مختلفه؟ لا يعني دلوقتي المسؤول عن تعيين رئيس الاتحاد المصري لكره القدم ده الجهه الرياضيه في كل حته، ده ما فيش مشكله، او انتخابات من بتتم خلال الانديه. انت بتتكلم على ادارات، يعني ادارات زي اداره مثلا شؤون اللاعبين، اداره المسابقات، من المفترض ان يبقى في كل اداره، اصل كل اداره ما فيهاش واحد بس، كل اداره فيها 10 11 12 15 20 موظف. دول لازم يبقى كل ده متبع فيه، ان في ثلاث حاجات اساسيه، في حد مسؤول عن حسن التوظيف اللي كان الكابتن نادر بيتكلم عنه، ان يبقى في الرجل المناسب في المكان المناسب، احنا عندنا كل الرجال غير مناسبين في كل الاماكن غير المناسبه. في حد وظيفته بتاع توظيف، حسن توظيف الرجل في مكانه، وده برضو لازم يبقى ليه علاقه بشكل ما بكره القدم. ده ما ينفع هنا تقدر تقول النجم الكبير او الاداري الكبير او الاقتصاد الكبير، هنا تقدر تحط الرجل اللي في الخانه دي، وحد تاني وظيفته تحسين الموارد مش الاكتفاء بالموارد. حد وظيفته ان الموارد تكتر بكره عن النهارده وبعد بكره عن بكره، حد وظيفته ان الفلوس تزيد، ان البادجت تزيد، ان الامكانيات تزيد، وحد تالت وظيفته يا خالد استغلال الموارد دي. ده بناء في كل مكان ناجح، واللي على رأسهم زي ما ماجي كان بيقول من شوية واحد عارف تفاصيل كل حد فيهم، يعني عارف حتى ولو قشور، عارف البيزكس الاساسيات بس سايبهم يشتغلوا، بس هو فاهم انه فلان الفلاني اللي هو اللي ماسك الجزء الاقتصادي لما يجي يكلمني هبقى عارف اتناقش معاه، المدير الفني لما يجي يكلمني هبقى عارف اتواصل معاه فنيا، بتاع الماركتنج لما يجي يكلمني هبقى عارف الخطه بتاعه التسويق بتاعتنا شكلها عامل ازاي، انا عارف البيزكس بتاعه كل الافرع وسايب كل واحد اللي هو المتخصص بقى يشتغل في الفرع بتاعه. والنقطه الثانيه اللي كان بيتكلم فيها الكابتن واللي برده في صلب موضوعنا، محمد صلاح جه ليفربول ازاي في 2017؟ محمد صلاح ما كانش لعيب عين كلوب عليه من 2014 او 15، ساعتها بيعاني صلاح، ساعتها في مسيرته كان بيحاول يتحرك من تشيلسي، عايز يروح فيورنتينا، عايز يلعب، عايز يلعب كوره. في الوقت ده كان مين اللي متوهج في انجلترا؟ كان ساديو ماني مع ساوثهامبتون، ليفربول جابه، عمل موسمين خرافيين قبل ما ليفربول، قبل ما محمد صلاح يجي ليفربول، فكانت الرغبه اللي كلوب عايزها ان يجي جناح بيلعب برجله الشمال الناحيه الثانيه، عامل زي ساديو ماني كده، جري وامكانيات وترقيص وتهديف وما الى ذلك، فمش جايبه وخلاص، ومش هو اللي راح قال هتقولي صلاح لا بروفايلات بتتجمع من 2015 جم في الاخر قالوا له معاك محمد صلاح، معاك باولو ديبالا، اتفضل حضرتك اختار من الاثنين دول. يمكن كان كلوب كمان كان عايز جودزي في الاول، كان جودزي، بس جودزي المهام تاني، بس انا بقول لحضرتك جناح ايسر بيلعب برجله الشمال، فهو شاف ساعتها اقتصاديا 38 مليون جنيه استرليني ساعتها تدفع في محمد صلاح، غير ديبالا اللي كان ساعتها الفتى الناشئ اللي كله كان عايز يجيبه بارقام كبيره جدا، وبرشلونه قرر ان هو يقول، يعني طلعت كلمه الجزئيه اللي قالها الكابتن نادر، فمثلا مثالنا وقالها خالد برضو بن شرقي، هو بن شرقي مثلا لعيب جامد ولعيب هايل وزي الفل، بس ينفعني لا لو رحت لكل جماهير ليفربول وقلت لهم صلاح ولا ديبالا في الوقت ده، يقول لك لا لو تعرف تخلص في ديبالا الصغير ده خلص فيه، لكن ده فشل في انجلترا، ده كذا، ده لا هو مش مستني قرار الجمهور، معلش مع احترامي الشديد، هو شاف قياسات صلاح البدنيه بالظبط، شاف تطوره، شاف كل حاجه، وعلى الفلوس اللي هتدفع انا مش هروح ادفع في ديبالا 90 مليون جنيه استرليني ساعتها، ديبالا ساعتها كان برشلونه بيقول كلمه معوض ميسي، كان بيقول كلمه ميسي
فلما اروح ادفع في ديبالا 90 مليون جنيه استرليني يبقى فلوس سقفلي يبقى فلوس لويس سواريز اللي كانت من موسم ب 80 خلصت اللي هو هو مش بيع لويس سواريز لان لويس سواريز مش قادر لا ده بيع لويس سواريز هو احسن مهاجم في العالم الجمهور كان هيزوم عليه ساعتها لا الجمهور عارف ان ال 80 دول هيتجاب بيهم 3 4 لعيبه هم الاجمد وهيبقوا لكن هات محمد صلاح راهن عليه واحد من احسن اللعيبه في تاريخ الدوري الانجليزي وبالمناسبه واكتر مثال على ده نفس اللي مجدي بيقوله في محمد النني هو اللي يخلي ارسنال يروح يجيب خط وسط مصري من بازل وفي في المركز ويبقي عليه بالظبط واحنا الوحيدين اللي كنا بننتقد انا ما بنتقد انا عمري ما انتقدت محمد النني لان انا طول الوقت مقتنع ان محمد النني لعيب انا مقتنع خطير. انا نفس القناعات بقى خطير. بالنسبه لي محمد النني من اهم اللاعبين محدش هيجامل حد في محدش هيجامل حد الليفل ده محدش بيجامل تحديدا ارسن فينجر ارسن فينجر عمره ما هيروح يجامل لعيب مصري ويبخي عليه وبالمناسبه هو لعب مع ارسن فينجر حظ محمد النني السيء من وجهه نظري انه ارسن فينجر مشي على طول واللي جه بعده لم يحسن توظيف محمد النني يعني ما فيش حد عرف يطلع من محمد النني اللي عرف يطلعه منه اولا مراتيا كين في بازل 2014 مرورا بالست شهور بتوع ارسن فينجر محدش عرف يوظف محمد النني في الدور اللي يخلي محمد النني يظهر كمحمد النني اللي احنا عارفينه بس يعني تأكيد لكلامك ان ارسن فينجر قال على النني ان هو واحد من اهم اللاعبين التكتيكيين اللي دربهم في مسيرته قياسات في مسيرته شاف يعني ارقام وشاف توظيف وشاف كلام في ارسن فينجر ارسن فينجر لا وبالمناسبه كمان محمد النني قال قصه لطيفه جدا عن لما كان اوناي امري جاي وهو راجع من الاعاره من بشكتاش واوناي امري قال له انا مش مقتنع بيك انا مش عايزك شوف لو تقدر تطلع الصيف ده براحتك لو عايز تقعد معانا شوف الوضوح لو عايز تقعد معانا معسكر التحضيري اقعد العب كام ماتش روج نفسك في بلان ان انت تطلع بعدها معاك الميركاتو هيكون فاضل فيه اسبوعين طلع نفسك ففيش وضوح كده الراجل عمل معاه المعسكر التحضيري قال انا عايزه جدد العقد ليه لانه هو اثبت في المعسكر التحضيري كل شيء لا اصل المعسكر كمان بيبقى معسكر كوره ضرب يعني مش معسكر لا مفيش هزار معدي انت فيه يعني لو انت خلاص. لا يعني كل يعني مش رايح فسحه مش لا حاجه ترفيهيه حتى البند ده مهم يعني نتكلم فيه في فروقات الكوره ان احنا ما عندناش في حاجه طيب. احنا بقالنا 5 سنين في مصر مش فتره نتكلم في موضوع اصلا معسكر يعني هات لي نادي في مصر هو محدد المعسكر بتاعه فين احنا على حسب العروض الماليه اللي هتجيلنا وهنلاعب مين ومش عارف ايه وهناخد معانا 40 واحد ولا 50 واحد يعني زي البعثات الاولمبيه بص هو الحق او البعثه الاولمبيه وما حدث فيها من اشخاص راحت مالهاش علاقه بالتواجد اساسا لكن خليها اطلع فاصل ونرجع نكمل معاكم ارجع اكمل مع خالد عامر واحمد مجدي اللي عاملين حلقه يعني كالعادة يعني مميزة جدا في ضيافتك الجميلة يا فندم خالد معسكرات الإعداد الزمالك هيعمل معسكره فين؟ الاسماعيلي هيعمل معسكره فين؟ لا الاسماعيلي ما اعرفش المحل هيعمل فين؟ ثانيه الزمالك هيلعب الافريقي التونسي انا عارف دي الاهلي طب ده معسكر اعداد ما عنديش مشكله معسكر اعداد الافريقي معسكر اعداد الافريقي اصلا انا بكلم الاهلي هيعمل معسكره فين؟ الاهلي مش هيعمل معسكر لا لا عنده معسكر اوروبي بعد يعني مش معسكر بالمعنى لا عنده معسكر اوروبي بس خلينا نكمل بقيه المعلومه الاهلي مش هيعمل معسكر ليه؟ لان المعسكر اللي اتعودنا عليه زمان انه بيبقى 3 اسابيع فين المعسكر اللي هتلعب فيها ثلاث فرق من مدارس مختلفه تاخد احتكاك قوي لعب الموسمين مره بص هي دايره مفرغه هنقعد نجري ورا بعض فيها ومش هنخلص طب هي مشكله الانديه ان هي ما بتعملش معسكرات ولا مشكله الاتحاد ولا مشكله الانديه ان هي بتطلب ماتشات تتاجل ما هيعمل لك معسكر ازاي دايره مفرغه هنقعد نجري فيها ورا بعض ومش هنخلص الاكيد فيها انه في حاجه كتير غلط بمعنى انه المؤجلات بالمناسبه جزء من ضغط السوشيال ميديا اللي انا بتكلم عنه فكره المؤجلات ليه ان انت بتقعد تطالب على السوشيال ميديا ان انت انا معلش هخرج من موضوع المعسكر عشان اكمل تاني في موضوع المعسكر بس عشان عندي اسئله سريعه شور على طول
قالوا موضوع المعسكر ان ده هيصب في النهايه في موضوع المعسكر، ضغط السوشيال ميديا، لا احنا بنلعب في افريقيا، احنا بنمثل مصر، احنا رايحين نلعب في كاس العالم للانديه، احنا 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 احنا، وبالتالي احنا عايزين ناجل ماتشاتنا، ضغط ضغط ضغط. فالاداره بتاعت الاهلي بتبعت للاتحاد عشان ناجل الماتشات، فبتتاجل الماتشات كلها بتتراكم في اخر شهر، فبنلعب ماتشات كتير ورا بعض، ففي لعيبه بتحصل لها، انا بتكلم دلوقتي بلسان الاهلي، في لعيبه كتيره بتحصل لها اجهاد واصابات وبنخسر نقط عشان خاطر، فالمنافس انا بتكلم دلوقتي بلسان الزمالك، انا مستفيد جدا اجل كل الماتشات والعب 17 ماتش في شهر واحد، انا كزمالك انا مستفيد، هتخسر النقط زي ما حصل في الموسمين اللي ورا بعض اللي هم 2021 2022. طيب وفي النهايه ما عنديش وقت، فبلعب موسم مضغوط جدا او بلعب جدول مضغوط جدا وبستكمله بالكاس، بخش في شهر 9 انا ما عنديش وقت اعمل معسكر، اللعيبه ما عندهاش وقت تعمل استشفاء طبيعي. عندك منتخب، ما عندك منتخب، منتخب. عندك وعندك انديه بتلعب، عندك معسكر في يوم 1/9، وانما انا عايز 3 ايام زياده. آه. لان اساسا هو مش متحدد له اي اجنده، هو عنده اجنده ماتشات لكن ما عندوش اجنده استعداد. ما عندوش انت انت لو هنا يطول ان يلغي الاجنده الدوليه هيعمل ايوه يعني مش هيبقى في يعني لو لا يبقى تطير على الملعب. آه لا يبقى تطير على الملعب على طول الفيفا اللي عاملها يعني. طب يعني برانا باشا يعني عارف. اه فدي بجد والله انا بكلمك ان هو لو ينفع. وخلي بالك ده حصل مع المنتخب الاولمبي. اه يعني فتره من الفترات كان بتتلغي الاجنده، يعني ما بيستفدش من الاجنده الدوليه. لا ثانيه واحده، حصلت ماتشات رسميه دوليه ايام كابتن حسام البدري. آه. المعسكرات اتلغى او التوقفات الاجنده الدوليه اتلغت، اللي هي الماتشات الوديه اللي كنت ممكن تحسن بيها التصنيف بتاعك. ساعه ماتش بتاع فيتوريا تونس، الماتش الودي اللي اربعه من لعيبه الاهلي اتاخدوا بين الماتشين وما لعبوش تونس، اللي في النص ده في نص المعسكر الدوله لعيبه الاهلي مشت، وكان في اتنين لعيبه من الزمالك في الاول قال لك لا ما دام دول مشوا انا مش همشي من الماتش الاولاني، فلعبوا تونس بس ما لعبوش الاولاني. لا يعني عرفنا كمان نضغط الفيفا ونضغط الاجنده يعني. طيب هي قضيه كبيره جدا جدا جدا، يعني الكره عندنا ولا الكره عندهم، او ايه الاختلاف؟ مش ولا انا اسف، الاختلاف الكبير ده ليه؟ ده رياضتين يعني. اه دي رياضه ودي رياضه. اللي هيفوز بالدوري الانجليزي ارسنال ولا مان سيتي؟ بسرعه ارسنال. ده تمني بالمناسبه، ده توقع، ده تمني. ليفربول هيكون ليه دور ولا لا؟ لا ليه دور، ليه دور، ليه دور، ليه دور. محمد صلاح ممكن يبقى الموسم الحالي هو الاخير ليه مع ليفربول؟ لا اعتقد، اعتقد ان هو الموسم الاخير، لان هو امبابي هينجح مع ريال مدريد 100%. على حسب مفهوم النجاح، هينجح بس هينجح ممكن مش الموسم ده، هينجح ممكن مش الموسم ده، ممكن مش الموسم ده. انا بتكلم من بدايه الموسم ده، يعني هيبقى زي اسامه ابو علي كده؟ لا مش هيبقى زي اسامه ابو علي طبعا. محدش هيوصل حد زي اسامه ابو علي. طيب برشلونه هيرجع للقمه مره ثانيه؟ قمه يعني قمه برشلونه هي ماشي في سكه كويسه، بس مش السنه دي برضو، ما اعتقدش ان السنه دي. ما هو ممكن مش السنه دي بس هيرجع، سواء يعني على الطريق الصحيح. صحيح. مشروع باريس سان جيرمان بشكل عام شايفينه مشروع يؤدي الى بطولات ويستعيد ويبقى كل اوروبي، ولا مشروع زيه زي بيراميدز بينتهي تدريجيا؟ انا اسف في التشبيه. لا بيراميدز ممكن يكمل. لانه حجم المنافسه في افريقيا مش زي في اوروبا، بس 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 مشروع باريس سان جيرمان بينتهي تدريجيا. اختلف بقى مع خالد ان هو بيبدا، يعني بدا تخف، بدا الفكره نظريه 10 سنين من النجوم الغاليين قوي، لا دلوقتي بيجيب. لا انا بتكلم على فكره المشروع ده هيرجع يعني للتتويج مره ثانيه والمجد، ولا يعني موتا هينجح معاهم ولا موتا هينجح؟ موتا بس هينجح. لحد فين يوفنتوس؟ لحد فين؟ مش قادر، مش قادر اتوقع. انا بقول الفريق الاكثر استقرارا، انتر ميلان الفريق الاكثر استقرارا في الموسم الحالي، ولكنه غير مبشر في بدايته في الدوري. تشيلسي هيبقى ليه دور بعد الصفقات الكبيره؟ لا 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 لا, 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 لا. خالص تشيلسي بقى كل الكلام اللي قلناه عن مصر ينطبق على ينطبق على اول حاجه نجمي عليها انا واحمد مجدي مع بعض يعني. خالد عامر واحمد مجدي نورتونا وشرفتونا وسعدت بيكم جدا. انا كنت مبسوط جدا ودايما تسعدونا يعني. تسلم حبيبي، استمتع بيك، شرف ليا، وكنت مبسوط ان انا مع مجدي ومعاك طبعا. ربنا يخليك. بشكر طبعا نجومنا، نجوم النقد الرياضي المتعددين الموهوبين جدا، خالد عامر واحمد مجدي. تصبحوا على خير، حلقه جديده ان شاء الله في البريمو، ودايما موجودين معاكم على قناتنا بإذن الله.